أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اليوم الموضوع تنحكي عن الفرق، ليش وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وين الرحمة؟ شو اللي عم بيصير بغزة بفلسطين بلبنان؟ شو هالموجة اللي بدها تجي بكل أمة العرب بين إيران وسوريا وكلها؟ خلاص ما في مجال بقى إلا بالدمار الشامل. هيل بده يريحنا. الحرب العالمية الأولى اجت وراها الثانية بسرعة، الثالثة عم نمغطها. قال له شو رح يصير؟ قال له ما بعرف الثالثة، بس على الرابعة ما بضل حدا يخبر عن الثالثة. ليه ما عنا رحمة؟ عنا انفعال، بدنا العاطفة. لأن تسكر باب العلم، بلا علم يا أخوتي ما في سلام، مش ممكن. في السلاح عليكم مش السلام عليكم. محمد أمر بالعلم، كلمة العلم مذكورة أكثر شيء بالقرآن حوالي 780 مرة هيك شيء، وبعدين بكلمات تانية بيقصد فيها العلم. القرآن كتاب حتى يشجع العلم، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإذا هالعلم منه موجود بمدارسنا ولا برجال الدين، العلم علماءهم شر علماء منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود، مساجدنا عامرة في البنيان خالية من الإيمان. يلي عمروا الكنائس هالناس هن وأحفادهم وأحفاد أحفادهم، حطوا أجمل شيء عندهم بعمل هالكنائس، ولكن عمروا حاجة ونول بشر. هيك قال لهم الفاتيكان، هيك قالت لهم السلطة. لا تحب جسدك، ضحي بجسدك كرمال غيرك، عمر هالمعبد وهالهيكل حتى يضل بالأرض ويكون قصتك وصيتك. المسيح ما اجت يعمر حجر، قال أنا أتيت لأنك أنت مسيح آخر. وقت اللي راح شف الصياد قال شو عم تتصيد؟ قال له سمك. قال له بدي أعلمك تتصيد الله، تعال صيد هالألوهية اللي فيك، مش شوي هوية. لأن شاف منه إشارة، فجاء قالوا له بطرس بيك مات. قال له فيني روح ثلاثة أيام بس أعمل مراسيم الدفن. قال له دع الأموات يدفنون بعضنا البعض. وهيك أنا نهار اللي إجتني هالطاقة وهالرسالة إني أترك البيت، تركت اللي اسمه جوزي اللي اسمه بنتي وكلها، ومشيت معي 15 ليرة، تركت كل شيء ومشيت. ما عرفت لوين رحت، على الجامعة الأمريكية وقعدت تحت الشجرة. بعدين فتقلت لها صبري اسمها ماري، صبري أنا درسي هون بدي كفي. قالت لي فيك تعملي تخدمي؟ قلت لها إيه، من كنيسة مسيح وجالي. قال لا بس هالبنات الصبايا تهتمي فيهم بالليل عم بيهربوا. قلت لها عظيم. صرت اهرب انا وياهم وين ما يروحوا، اقعد معهم. شو هيدي ابنك جاي معكم؟ وهيك عشت بالمدرسة بالجامعة، وتخرجت بدرجة ما بعرف شو، ما اخذت الشهادة. قلت لهم كبوها. بلشت تعرفت على السيد موسى الصدر، يعني سكن قلبي وغيره، والأب عفيف عسيران. ما في مسلم، ما في مسيحي، ما في يهودي، ما في بوذي، ما في درزي. ليش في قتل ودمار؟ ليش في هيك؟ كل هاي إلى أن جاء كتاب ماكروبيوتيك عايدة. أنا عم بقرأ عرفت، غيرت البيت وغيرت الأكل وكبيت كل هالناس اللي بتنكب، كلهم كب ما بديهم، بدي ناس من القلب مش من الجيب. وعرفت إنه الرزق بدها تجي، وبلشت أتعلم بأوروبا هون وهون، وصلت على أمريكا، وصلت مطرح ما وصلت، وعرفت حالي إني موصولة من زمان، مش بس بهالدنيا، بالعوالم كلها. طبعا بدي ادفع الثمن، والثمن ما كان مال، المال بيندفع بيجي وبيروح. بدك تدفع الثمن انه تشوف هالناس اللي حبيتهم قديش هني كارهين نفسهم وقديش هني اموات، ولكن لازم تقول الله اكبر وتكفي الطريق، تطلع بالخرية وتفشق عليها. لانه اذا قعدت حدا ما فيني غيرها، انك لن تهدي من احببت. هيدا درب هلا يقعد بهالجورة، إذا ابنك إذا بيك إذا أختك إذا خيك إذا ميت إذا عم بيموت، كفي الطريق كفي الطريق. وإلا بأخروك وبتتأخر أنت، وبتكون ما بتحبون. إذا بتحبون ضوي شمعتك دغري، وقت أنت تضوي شمعة صار في شمعة مضوية أكثر زيادة بهالعالم، خلي يزيد النور أكثر، نعزل عن الناس، وساعتها بتشوف أن الرحمة هي أن ترى الله في كل شيء. وهذا أستاذ اللي عم بيعلم، وقف بروفيسور أمام تلميذه ومعه بعض الوسائل التعليمية، وعندما بدأ الدرس دون أن يتكلم شيل عبوة زجاجية وقال
هيدي قنينة بدي عبيها طابه، عبيها طابه. قال في مساحة بعد بين هالطابات؟ قالوا له ايه في مساحة بين الطابات، شو فينا نحط هون بهالمساحة؟ قالوا منحط حجار صغيرة، حصى صغيرة، حط حصى صغيرة. قالوا شو بعد في شيء فينا نحطه؟ قالوا وسكب داخل الزجاج وما رشه بشدة حتى تتخلل الحصة في المساحات الفارغة بين كرات الجولف. سألوا إذا كانت الزجاج مليئة فاتفقت لفين جدا على أنها كذلك، فأخذ بعد ذلك صندوق صغير من الرمل وسكبوا فوق المحتويات بالزجاجة. يا الله في رمل. قالوا شفتوا كيف الرمل وين فات؟ قالوا فات بين طابات الجولف وبين البحصات. فإذا رجعوا فاتت ناعم أنعم، الأول شقفة حجر كبير بعدين أصغر بعدين هلأ الرمل فوق المحتويات بالزجاج، وبالطبع ملأ الرمل باقي الفراغات فيها. وسأل طلاب مرة أخرى إذا كانت القنينة مليانة، ردوا عليه صوت واحد مليانة إيه. قال لهم أنا هلأ معي فنجان قهوة رح أسكبه بهالقنينة، وسكب بهالفنجان بهالقنينة. ضحكوا التلاميذ، وبعد أن هدأ الضحك شرع البروفيسور في الحديث قائلا: الآن أريدكم أن تعرفوا ما هي القصة. هل زيجة بتمثل حياة كل واحد منا؟ طبيت فحصات صغار رمل، بعدين حطيت المي امتصت الرمل وقدرت تفوت. يا الله الأشياء الضرورية بحياتنا، دينك، قيمك، أخلاقك، عائلتك، أطفالك، صحتك، أصدقائك، حس لو انك فقدتهم فقدت كل شيء. هيدي الاشياء المهمة الكبيرة بحياتنا، هيدي اللي لازم نفكر فيها طبعا. وبقيت هالاشياء فستبقى حياتك مليئة وثابتة. اهتم بكرات هالجولف، اما الحصة بتمثل الاشياء المهمة بحياتك، انت، وظيفتك، بيتك، سيارتك. واما الرمل بمثل بقية الاشياء، او لنقول الامور البسيطة والهامشية، هويتك. فلو كنت وضعت الرمل في الزجاجة أولا فلم يتبقى مكان للحصة أو لكرات الجولف، وهذا يسري على حياتك الواقعية. فلو صرفت كل وقتك وجهدك على توافه الأمور ما في مكان تاني لإلك. لذا عليك أن تنتبه جيدا وقبل كل شيء للأشياء الضرورية لحياتك، أهم شيء تتمسك فيهم: مبادئك، أخلاقك، عائلتك، والديك، أخوتك، أطفالك، شريكة حياتك. هودي الأشياء المهمة. وبعدين يلي أقل أهمية، وزور صديقك دايما واسأله عنه، وقطع بعض الوقت إنك تروح لعنده وتهتم فيه وتاخذ له إشياء بده إياها. فإذن دايما اهتم بالكرات الكبار، هي الأشياء اللي تستحق حق الاهتمام. حدد أولوياتك، بعدين الباقيين حصى ورمل. وحيد انتهى البروفيسور من حديثه، رفع التلميذ يده وقال: إنك لم تبين لنا ما تمثله القهوة. فابتسم البروفيسور وقال: أنا سعيد لأنك سأل. أضفت القهوة فقط لأوضح لكم بأنه مهما كانت حياتك مليئة فسيبقى هناك دائما مساحة لفنجان من القهوة، حتى إلى ريحة وإلى عطر. القهوة بس تغليها بتعطيك ريحة، البيضة بتجمد، الجزر قاسي بترخي، بس البن بتغلي بتل الدنيا عطر. وانت هيك كل ما ازيوك، كل ما غليت حالك، كل ما هيك بتصير عم بتعطر للناس اكتر. بس انت شو بدك تكون؟ شو اولوياتك؟ شو بدك تعمل؟ بدك تجمع مين؟ العلي منا بالمال، العلي بالعقل. لو ما عندي مال ما بشتري ورق، ما بكون معكم، ما بقدر اجي، ما عندي شيء. بس بستخدم المال وسيلة سيولة، ومن تحت في سرية. إذا الميل بالسفينة، المي بالسفينة بتغرق، بس المي تحت السفينة شو نفع بدي حطهم بالخزنة؟ يعني بيجي الحرامي وبيخد. شو بتكون عشت فقير؟ بس ميت غني، تعرفش مين كان فيه بالدفن؟ ياي كلهم كلهم اجوا تقتلوا، مين بدي يحمل التابوت؟ حبيب قلبي نهار اللي مات أوشو ترك جسمه، كان أحلى يوم بحياتنا كلنا. It's the best day to celebrate. اللي عم بيرقص هو قال قبل ما
ترك جسدي بيومين بسكو. عرفنا انه احضروا I leave you my dream, بترك لكم حلم. هذا حلمنا كلنا انه يكون في سلام بالعالم, one peaceful world, عالم واحد بسلام. نعم نرجع كلنا عائلة مش عندنا. آخ شو بدي أخبركم, حلوين كتير هو, بس بدي أقراهم لأنه القصص والحكاية إيدي ستوري إيدي keeps the worry away. هيك شو بتقول, الفيل والعميان الثلاثة. قال في ثلاثة من العميان دخلوا على غرفة فيها فيل, قال لهم روحوا شوفوا هالفيل وكل واحد يقول لك كيف شايف الفيل. هني عميان, إجا واحد قال له الفيل هيك هيك, شايف إجره, قال له لا مش هيك هيك, دقر له منخاره, لا منه هيك منه هيك. كل واحد مطرح ما مسك فكر هيدا الفيل, لو بيقشعوا كانوا شافوا الفيل كامل. الفيل منه أنف, الفيل منه أجر, الفيل منه هيك. مريم منه إيد منه أجر منه جسد منه فكر منه روح, تتكامل بالجسد والفكر والروح, تتكامل بهالألوهية اللي موجودة فيك وفي وبهالوجود. فإذا نحن عميان وبدنا نحكي عن البصر والبصيرة, لازم نفتح قلوبنا أول شيء. بدي أعرف إني ما بعرف, بدي أقعد أقرأ وبدي أفهم وبدي أسمع وبدي أخبر, بدي يكون عندي مرشد. ما عنده شيخ, شيخ الشيطان. بس كل هالمشايخ اللي شفتهم بأمة العرب ما لقيت واحد فيني تحاور أنا وياه. في مدرسة العرفان بأمريكا قلت أشوفهم, قالوا لي في, رحت لعندهم بحكي فرنسي وبحكي إنجليزي, ما ضيانت أبدا ربع ساعة رجعت على البيت. ما فيني قلكم شو سخفة. وبالكويت هيدا الشيخ الراشد وهيداك مدري شو وهيدا اللي ببيع الأعشاب الكذاب وهيداك المنافق وكلهم, والأطباء اللي عندهم علم إنه هيدي كذبة بس عم يعملوها. صرنا مصاري يا حبيبتي, منين بدنا نفتح المستشفى إذا ما عملنا عمليات؟ فإذا عن الناس معزلة دغري. ربي إذا حب حبيبه عزله عن البشر. نعم من الصعب انك تلاقي صديق, قال له هين انك تلاقي صديق تهتم فيه, بس وينه هالصديق؟ جليس الكتاب والصديق بك تفتش عليه, واذا ما لقيته وتلاقي نفسك. نعم الأول اللي مسك إجر الفيل والتاني خرطومه والتالت بدايله, وكل منكم كان يعتمد على برمجته وتجاربه السابقة, هل التفت إلى تجارب الآخرين؟ من منهم على خطأ؟ نعم عم نكذب كلنا ومنا أكيدين من كذبتنا, كلنا منستوعب مثل ما أنا بعرف بس والباقي خاص. نختلف لا يعني أنه أحدنا على خطأ, نكون جميعا على صواب, ولكن لازم نعرف نتحاور في تجاوب بيني وبينك, مش اسكتي وبس انا معي حق لانه معه مصاري. لا هذه احد الليالي جلست ست بالمطار لعدة ساعات بانتظار رحلي لها, واثناء فترة انتظاري حطيت واشتريت لشراء كتاب وكيس من الحلوة حتى تقضي بهما وقتها. وفجأة وبينما هي متعمدة في القراءة ادركت هناك شابة صغيرة جلست بجانبها واختطفت قطعة من كيس الحلو الذي كان موضوعا بينهما. بعدين قررت أن تتجاهلها في البداية الأمر, ولكنها شعرت بالانزعاج عندما كانت تأكل الحلوة وتنظر في الساعة بينما كانت هذه الشابة تشارك في الأكل من الكيس. حينها بدأت بالغضب فعلا, ثم فكرت في نفسها قائلة لو لم أكن امرأة متعلمة وجيدة الأخلاق شملت مسحت هذه الماكلة من عين منها السودة من هالمرة. وهكذا في كل مرة كانت تأكل قطعة من الحلو كانت الشابة تأكل واحدة أيضا, وتستمر المحادثة المستنكرة بين أعينهما وهي متعجبة بما تفعله. ثم قامت الفتاة بهدوء وبابتسامة خفيفة باختطاف آخر قطعة من الحلو وقسمتها إلى نصفين, فأعطت السيدة نصف بينما أكلت نصف الآخر. أخذت السيدة القطعة بسرعة وهي تفكر قال يا لها من وقعها, كما أنها غير مؤدبة حتى أنها لم تشكرني. بعد ذلك بلحظات سمعت الإعلان عن حلول موعد الرحلة, فجمعت أمتعتها وذهبت إلى بوابة صعود الطائرة دون أن تلتفت وراءها إلى المكان الذي تجلس فيه تلك السارقة الوقحة. وبعدما صعدت إلى الطائرة ونعمت بجلسة جميلة هادئة أرادت وضع كتابها الذي قاربت على إنهائه في الحقيبة, وهنا صعقت بالكامل وجدت كيس الحلو اللي اشترته موجود في الحقيبة.